ضربت الطيارة عنا من 4-5 سنين، كانت الدنيا صيف. طبعا رحت أنا لهونيك وجبت بقايا الصاروخ على أساس بدي أزرع زريعة وردة بحطه منظر بالبيت. وبعدين اجت الشتاء فكرت أني أعمله صوبيا. وحبينا يعني أنه يكون شيء من آلامنا نحط ذكرى بالبيت، بقايا الصاروخ، وكانت فكرة كويسة يعني وبتدفي كتير ممتازة.